طبعا لما احنا نقول كلمة تدخين نحن نتكلم عن مادة تسمى التبغ. فهاي المادة طبعا تتشكل صورها، الناس قد تدخن سجاير، قد تستخدم الشيشة، قد تستخدم السجارة الإلكترونية حاليا، قد تستخدم ما يسمى بالمدواخ أو تستخدم ما يسمى بالمضغ أو الشو التباكو. ففي النهاية كلهم الأساس هم عبارة عن مادة التبغ أو ما يستخلص منها من مادة النيكوتين. فكيف تصنيعهم، كيف يستوي، فهاي هاي الأساسيات اللي لها أنهم يستخلصون مادة النيكوتين. ولكن لما عند السجاير، عند الشيشة، كل واحد له أضرار مختلفة، ولكن كلهم في النهاية مثل ما نقول كل التدخين ضار فلتكن صاحب قرار. نعم. فمثلا السجارة اللي هي متعارف عليها واللي أكثر نوع منتشر في بين حتى أمسكها المدخنين. نعم. طبعا فيها ما لا يقل عن 4000 مادة سامة، وفيها حوالي 200 سامة مادة مسرطنة. هذه السيجارة العادية؟ السيجارة. نعم. وإذا تلاحظين هني السيجارة شو مسوين فيها؟ مرفعينها. هذه اللي يسمونها السلم. اللي يسمونها السلم على أساس أنها هي أقل ضررا، ولكن هي كلها تلاعبات، وفي النهاية هي تحمل نفس الضرر. وهكذا المدواخ مثلا هو عبارة عن المادة اللي هي تبغ فرط أو ما يسمى بالتبغ الناشف. وقد يكون تبغ وقد يكون مخلوط بمواد عدة. نعم. وطبعا هاي التبغ لما يزرع خاصة هالنوع من النبتة أساس أن الزراعة مالتها تنجح تحتاج كثير من المبيدات الحشرية عشان تطلع، كثير أساس تنجح، لأن كثير من الآفات تأكلها. فأصلا هم بعد ما ينشفونها ويردون يطحنونها واللي يجهزونها، هم يعني المزارعين أو اللي جهزها يقول لا هي بعد تنشف بالشمس وهذا وشي، نقضي على هذه، نقضي على هالأمور. طبعا من المستحيل، فهي ما زالت تحمل هالمواد الضارة والسامة، والشخص يدخلها في جسمه. والشخص دخلها في جسمه.